دخلت حيز الخدمة 6 محطات منها، وسوف نصل إلى 9 محطات. هناك جانب إداري للتسيير سوف تحول من الجهة المنجزة إلى الجزائرية المياه عن قريب إن شاء الله. ينتج ما يعادل احتياجات المواطنين مرتين، أي الكمية نتاع المياه تفوق 300 لتر للمواطن الواحد، بينما المعدل الوطني لا يتعدى 160 أو 180 لتر. ما يخفاش عليك باللي الجزائر من بين الدول اللي حظاها ربي يعني بمياه يعني جوفية معتبرة، خاصة منطقة شمال الصحراء، وهذه تعطينا يعني أريحية من ناحية الاستغلال الأمثل لهذه المياه من جهة، ومن جهة أخرى يعني تبشر يعني بالخير بالنسبة للسنوات القادمة.